من يذكر أن العلة هي النجاسة يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين النهي عن الصلاة في الحمام والصلاة في المقبرة في مكان واحد، فدل على أن المراد النجاسة. كيف يجاب عن ذلك؟ الحمام ما فيه نجاسة، المراد بالحمام اللي يدخلونها الناس للتنظف والاستشفاء ببخاري، ما هو بالحمام اللي تعرفونه الآن محل قضاء الحاجة، لا، الحمام بيت يتخذ للنظافة ويجعلون فيه أشياء يستشفى بها الناس من الأوجاع ومن نعم.